بسم الله الرحمن الرحيم. هنحل ان شاء الله في الفيديو ده تمارين قواعد الدرس الاول والثاني من الوحده الرابعه، اللي هو قاعده السجستشنز الاقتراحات. تعال نمسك جمله بجمله كده وافصلهم عشان نفهمهم. اول واحده كده بيقول لك نوت كونسولت، من غير ما تحل وتفكر كده. كونسولت ده فعل في المصدر، فهو باوت عايزه بعدها اي ان جي فنستبعدها، وات اباوت عايزه بعدها الفعل المضاف له اي ان جي ونستبعدها، هاف يو ترايد تو عايزه بعدها الفعل في المصدر، اي نعم علامه استفهام، وهنا علامه استفهام، وهنا هو about عن استفهام. اذا ما اصبح ما فيش غير you could. ومعنى الجمله you could consult your dictionary or ask your teacher for help، يمكنك ان تستشير القاموس بتاعك او تسال معلمك المساعده. يبقى كده خلصنا رقم واحد. رقم اثنين بيقول لك have you considered. انا عارف يا مستر وحافظ have you considered و have you thought زي بعض، نفس المعاني، بس have you thought عايزه of و about وبعدهم ing وده سؤال، لكن have you considered عايزه بعدها الفعل المضاف له ing او اداه استفهام to المستر. طيب يبقى رايت مش معايا خالص، تو رايت عايز اداه استفهام قبلها عشان افكر فيها، فدي مشيت. باقي معايا رايتنج، يبقى هي دي. امال امتى ناخد اوف رايتنج؟ اللي هو كان قال لك هاف يو ثوت اوف رايتنج، واخر الجمله عايزين عن استفهام موجوده. طيب الجمله اللي بعدها واي نوت يو سبيند ذا ويك اند ان ذا كانتري سايد، ذاتس ا جود ايديا، انها فكره جيده. طبعا ممكن نقول واي وونت يو، لما انت سوف لا، بس ده مش اقتراح. الراجل قال لك فكره كويسه، يعني ده معناها ان اقتراح، يبقى واي دونت يو. طيب ليه ما نقولش واي didn't يو؟ واي didn't يو دي بنتعبر عن اللوم، لما تكون انت بتعمل بليم للوم لحد، فمش هينفع تلومني فاقول لك فكره كويسه، انت قلت لي لماذا لا، ايه رايك تعمل كذا، يبقى واي دونت يو والمصدر. يو كود دو ذس تاسك وذ يور فريندز اف يو ويش، ذس شوز انت ممكن تعمل شغلانه مع اصحابك على فكره، يبقى ده اقتراح سجستشن. طيب رقم خمسه ستارت ليرنينج تشاينيز، والله ستارت فعل في المصدر، هاو اباوت عايز اي ان جي وعلامه استفهام، ليتس عايزه مصدر ونقطه، واي دونت يو عايزه مصدر وعلامه استفهام، هاف يو ترايد عايزه تو والمصدر وعلامه استفهام. انا قدامي هنا علامه استفهام، حلو، فانا هنزل زي الشاطر على ليتس اشيلها، وباقيين كلهم ينفعوا، دي ناقصه تو مفيش معانا تو، باقي معاك واي دونت يو والمصدر، لكن ده مصدر، هاو اباوت اي ان جي وده مصدر، يبقى ناخد هنا واي دونت يو. طب سبيندنج وعلامه استفهام في الاخر، فانت تقول له يو كود عايزين بعدها مصدر ونقطه، ليتس عايزين بعدها مصدر ونقطه، يعني الناس دي الاثنين بره، واي دونت يو والمصدر وعلامه استفهام، هاف يو كونسيدرد اي ان جي وعلامه استفهام. هفكر في واحده من الاثنين دول بما اني في علامه استفهام، بس سبيندنج الفعل مضاف اي ان جي، يبقى انا هقول له هاف يو كونسيدرد سبيندنج. طيب وات اباوت عايزين اي ان جي او اسم، طبعا هاف ده مصدر، اي ان جي دي تنفع، نو وورد معنى كده ايه؟ يعني ايه معنى يعني ايه نو وورد؟ يعني انا اقول لك على حاجه، عايز اقترح عليك، اقول لك ايه رايك نلعب كره قدم، فاقول لك وات اباوت فوتبول، يعني ايه رايك في كره القدم على طول كده مره واحده، او اقول لك وات اباوت بلاينج فوتبول، الاثنين صح والاثنين ينفعوا. عايزك تفهم كده زي الشاطر ان وات اباوت عايزه بعدها اسم او اي ان جي، فانا ممكن اقول لك وات اباوت ا كولد درينك، يعني مش عايزين حاجه خالص كده، الجمله سليمه، فنو وورد صح وهافينج صح، يبقى كده بي اند سي. الجمله اللي بعدها بقول لك نوت جو فور ا ووك، والاخر هنا في نقطه، فليتس عايزه بعدها المصدر، واي دونت وي على استفهام، شال وي على استفهام، يبقى انت هنا الاثنين دول في السؤال ودي جمله خبريه، يبقى ليتس. طب هنا مديني علامه استفهام اهي في الاخر، يبقى ليتس دي مش هتنفع لان دي جمله خبريه، واي دونت وي والمصدر، شال وي والمصدر، عندي مصدر والاثنين سؤال، يبقى بي اند سي. ليتس عايزه بعدها الفعل في المصدر، ولو نف يبقى نوت والمصدر، فواتش هشك فيها، تو لا، واتشنج لا، بس ليتس واتش يعني هي نشاهد، ليتس نوت واتش يعني يلا ما نسمعش. تعال نشوف كده ليتس نوت ذا ماتش ان ذا ستاديوم، اتس ماتش مور اكسايتنج ذير، يعني هناك، يعني عايز الراجل يقول لك يلا نسمع الماتش في الاستاد، المباراه هناك بتكون شيقه، يبقى ليتس واتش. طب اللي بعدها بقول لك ليتس نوت ذا ماتش ان ذا ستاديوم، ات از بيتر اون تي في، الماتش على التلفزيون افضل، تيجي ما نسمعوش في الاستاد، يبقى ليتس نوت والمصدر، ليتس نوت واتش. هاف يو عايزه بعدها ثوت اوف وبعدين اي ان جي، كونسيدرد عايز اي ان جي، هاف يو سين هل رايت، وهاف يو افويدد هل تجنبت، هاف يو نوت جوينينج ا سبورتس كلوب هل فكرت فيه، ومديني اي ان جي يبقى كونسيدرد، مي اي سجست يبقى عايزين بعدها اي ان جي يبقى تيكينج. طيب وانت عارف ان سجست اي ان جي لو انت عايز تقول اقترح ان نفعل، ونط اي ان جي لو انت عايز تقترح ما نعملش. طيب بيقول لك وي كود سبورت اور كونتري باي هيلبينج ويز تشاريتي ورك، بيرهابس عايز جمله بعدها، بيرهابس فاعل كود والمصدر، يبقى دي مظبوط. طب ماي سجستشن قلنا هتبقى از تو او وود بي تو، يعني كده مش هينفع ناخد دي، ليت اس وليتس عايزين بعدهم مصدر مصدر، وانا عندي هنا فاعل، يبقى الاثنين دول بايظين، فالاجابه كده اصبحت بيرهابس. ماي نوت وود بي يبقى ماي ريكومنديشن تنفع، وماي سجستشن تنفع، طبعا مديني ريكومند فمشيت، يبقى اخترنا
my suggestion ومعنى الجملة إن اقتراحي ربما يكون أن نعد الشوكولات. طيب if you ask me، لو أنت بتسألني يعني my is the best applicant for the job of a secretary، لو أنت بتسألني وعايز رأيي ما أفضل واحدة تشتغل شغلانة سكرتير، راح الراجل اللي رد عليها قال طب بالنسبة للإنجليزي اللي زي الزفت اللي بتكلمه يبقى what about، وده بيعبر عن إيه دلوقتي؟ عن objection، عن الاعتراض مش الاقتراح. طيب ask father for trip money right now، he is in a good mood، باباك المود بتاعه زي العسل دلوقتي، تيجي نسأله نطلب منه فلوس يبقى let's. طب اللي بعدها بيقول لك إن باباك furious يعني متضايق جدا، فتيجي ما نسألوش، ما ينفعش نسأله عن فلوس دلوقتي لأن احنا لو سألناها دلوقتي هينفخنا، يبقى don't let's و let's not يبقى كده B and C. طيب اللي بعد كده I would suggest I إن جاي على طول، يبقى inviting اللي هي دي، وكان ممكن نستخدم فاعل يعني زي we مثلا و invite. طيب I suggest mom، I suggest مادام في اسم وضمير بعد suggest يبقى اللي عايزين بعدها الفعل في المصدر يبقى invite. طب يا مستر مام مفرد المفروض تبقى invites، هقول لك لا برضو would مادام في suggest اسم وضمير يبقى مصدر. I not having الفعل مضاف ل ing يبقى recommend would recommend و suggest هم الثلاثة ينفعوا، يبقى انت هتاخد هنا A and B الاثنين صح. طب object بيجي بعدها to الفعل مضاف ل ing ودي معناها اعترض على. I consider how ده استفهام اهو، احنا قلنا ان كلمة consider ملهاش غير احتمالين اتنين في الدنيا دي، consider ونجيب بعدها الفعل مضاف ل ing او اداة استفهام وبعدين to الفعل في المصدر، مديني اداة استفهام فانا عايز to المصدر يبقى to help. طب الجملة اللي بعد كده I recommend سما، I recommend مفعول to المصدر يبقى to join. طيب وكان ممكن نقول I recommend that سما should join. I suggest that رودينا ready for to join the team. suggest that فاعل عايزين فعل في المصدر او should والفعل في المصدر، ادي عندي مصدر وادي عندي should والمصدر يبقى B and C. I suggest عايزين بعدها ing او الاسم او الضمير والفعل في المصدر، انا عندي to لأ، going افكر فيها، not going افكر فيها، فاعل والمصدر يبقى كلهم دول ثلاثة صح، بس going و we go الاثنين معناهم اقترح الذهاب، not going اقترح ان احنا ما نمشيش. هو قال لك في الاخر خالص خالص انا بقترح ايه out until the rain stops لحد ما المطر يتوقف، احنا ما عندناش رين كوت، ما عندناش جواكت للبرد، يبقى انا بقترح عدم الخروج يبقى not going. طب اللي بعدها انا بقترح الخروج لما المطر يتوقف مش دلوقتي، يبقى انا بقترح الخروج يبقى I suggest we go أو going. أنا عندي هنا we go وكان ينفع نستخدم في دي going، أنا أقترح الذهاب. الجملة اللي بعد كده اللي هو check your understanding، الحبة الأخرانيين دول advanced شوية، بقول لك not is أو are used to make suggestion، نستخدمها عشان نعمل اقتراحات، informal في اللغة الرسمية يبقى دي let us مادام قال لك formal، is used to show objection يبقى what about من غير ما تفكر عشان دي احنا حافظينها. Let's go for a walk، ركز في دي بقى عشان دي محتاجين نركز فيها اكتر، بقول لك هيا نذهب للتمشي. في بعبارة اخرى الكاتب بيقترح او المتحدث بيقترح ان انت تمشي لوحدك، لا اني بقترح ان انت تمشي لوحدك برضو، لا بقترح ان احنا اللي فيها we دي اللي صح. ليه؟ عشان احنا متفقين من الاول ان لما يقول لي let's يعني احنا كلنا يبقى we. طيب اللي بعدها have you considered، هل انت فكرت، هل انت فكرت في الخروج، يعني مين اللي هيخرج؟ انت بس اللي هتخرج، ده معناها ان you could go out او انت تمشي. I suggest you صح. طيب I suggest I يعني يقول لك how have you، هل انت فكرت يعني انت مش انا، يبقى كده A and B. طيب اقترحت عليا اقتراح فانا قلت لك perhaps you، طبعا الاجابة كانت let's، اوكي let's يعني ايه؟ يعني نعم هيا كلنا نعمل الحاجة دي. طب في الاولانية perhaps you could انت ممكن تخرج، انت لا لوحدك لا. why don't you لا، عارف لو دي why don't we كنا قلنا ماشي، let's هي دي، ما هو انت بتقول لي هيا نخرج فانت قلت لي هيا بنا نخرج كلنا. طب I recommend you لا برضو لو كانت we كنا قلنا ماشي. طيب اللي بعد كده she could hardly carry out the difficult task، هنا محتاج اقول لك على فكرة وافكرك بمحفوظة كنا خدناها زمان جدا في يوم ما كنا بنشرح في زمن الماضي التام، قلت لك ان احنا دايما بنجيب hardly وبنجيب scarcely ونجيب بعدهم هاد فاعل باست بارتيسيبل، وقلت لك يومها ان الطبيعي والمنطق انك تبدا بالفاعل وبعدين هاد، لكن في دي لا. ليه؟ عشان احنا متفقين ان اي لفظه نفي في اول الجمله، اي لفظه بتفيد النفي في اول الجمله بنعمل حاجه كده اسمها انفيرجن. ايه الانفيرجن دي يا عم؟ يعني الاقلاب. يعني ايه الاقلاب؟ برضو انك تبدا بلفظه النفي الاول
لفظة النفي وبعدين الفعل المساعد وبعدين الفاعل وتكمل. عشان كده كنا بنقول never do I use mobiles، يعني انا ما بستخدمش الموبايلات خالص. يومها قلت لك ركز انك ممكن تبدأ بالجملة بنيفر ونجيب بعدها المصدر على طول. على سبيل المثال never stay alone، يعني ما تقعدش لوحدك، دي كده جملة بتعبر عن النهي لكن دي بتعبر عن النفي. احنا ليه ما عملناش انفيرجن في السياق اللي عليه بالاحمر ده؟ لان ده نهي مش نفي. طيب انت بتحكي لي الحوار ده ليه يا مستر؟ بحكي لك الحوار ده عشان افكرك ان كلمه hardly و scarcely كلمات بتعبر عن النفي. طب برضه يعني ايه؟ مش فاهم. يعني الراجل لما يقول لك I hardly play دي معناها قل ما العب، بمعنى I don't play very often، يعني انت بتقول لي I hardly زي I don't. طيب برضه بتحكي لي كل القصه دي ليه؟ عشان لما نيجي نحل الجمله دي ويقول لك she could hardly تفهم ان الجمله كده جمله نفي، فانت عايز هنا اثبات وعايز فعل مساعد وبعدين الفاعل. دي بدأ بالفاعل فهنستبعدها، بدأ بالفعل مساعد منفي مش هينفع لان احنا قلنا hardly نفي والسؤال المزال مع المنفي بيكون اثبات، بدأ بالفعل فنستبعدها. الاجابه اصبحت could she. يبقى لما تقول لي she could hardly معنى كده ان السؤال المزال هيكون could والفاعل. طب لو شلنا hardly كنا قلنا couldn't she. طيب الفكره اللي بعد كده برضو كررناها في الوحدات اللي فاتت كلها تقريبا، الاسماء المعنويه زي love و peace و respect والحاجات دي كلها كده دايما ما ينفعش قبلها لا ايه ولا ان ولا زي، يبقى هنا نو ارتكل. اخر واحده قلنا يا جدعان كان في جمله في امتحان ثانويه عامه السنه اللي فاتت كان بيقول لك the dogs barked when saw themselves، وقلنا ازاي مع الدوجز بنقول themselves themselves. قلت لك ما هو الغير عاقل الجمع ياخد themselves، طب لو كان غير عاقل مفرد هياخد it self عادي، يبقى الجمع ياخد themselves والمفرد ياخد it self. وهنا بقول لك it is nice that cats جمع يبقى themselves. وبكده خلصنا قاعدة الوحدة الأولى الجزء الأول. احنا ماشيين وفقا للجدول، عايزك كده كل يوم في ميعاد الجدول الساعة 11 هتلاقي الفيديو موجود، تابع الفيديوهات ما تعديش حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.